مشاهدينا وجولة أخرى لليوم في أبرز ما نشرت الصحف الفلسطينية والعربية والدولية. مواضيع عدة نمر عليها اليوم، والبداية من الصحف الفلسطينية وإلى صحيفة الحياة الجديدة. ومن صحيفة الحياة الجديدة اخترنا لكم هذا المقال في كلمتها: دم مقهور، تقول الحياة الجديدة، وتبدأ بالقول: أفجعتنا جريمة قتل الطفل محمود أبو شقفة الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره، الذي كان ولا شك يلثغ بلغة الحليب وهو يحاول النجاة من بين أيدي القاتل الذي افترسه بوحشية لا تعرفها الآدمية مطلقا. لا ينبغي لنا أن نغض الطرف عن هذه الجريمة البشعة التي نعرف أنها ممكن أن تحدث في أي مجتمع وفي أي مكان، لكنها أن تكون في قطاع غزة المكلوم، يقول الكاتب هنا، فهذا ما يستدعي مساءلة أو مساءلة صناع بيئة العنف والكراهية هناك، أي في غزة، الذين أكثروا من القمع وخطاب التكفير من على منابر صلاة الجمعة، وهم يحلقون في فضاء الشعارات البلاغية الفارغة حتى غابوا عن الواقع تماما. فثمة تقارير موثقة من قطاع غزة المكلوم تتحدث عن رواج مروع لآفة المخدرات، تقول الصحيفة هنا، وتكمل الحياة الجديدة، وعن تردّيات ومظالم وصف لها جعلت من جميل عبد النبي، وهو أحد أبرز كوادر الجهاد الإسلامي سابقا، يكتب شهادة للتاريخ قارن فيها ما بين فتح وحماس، مستخدما وصف حماس لفتح بأنها فاسدة، ويقول فيقول: لم نسمع لفتح الفاسدة أن لها مستشفيات خاصة في مجهزة بأحدث المعدات واللوازم الطبية، بينما يتم تهميش المستشفيات الحكومية الخاضعة لتأمين صحي كي يضطر المواطن المسحوق أن يوضع قبل أن يدفع قبل أن يتم علاجه، رغم وجود تأمين صحي، يقول الكاتب، كما هو حال حزب حكومتنا الدينية يصفها بذلك. لم نسمع أن لفتح الفاسدة منزهات خاصة مقامة على أراض حكومية يدفع الزائرون رسوم دخولها، بينما يتم إلغاء أو الاستيلاء على المتنزهات العامة المجانية بحجة بناء مسجد لا تفصله عن مسجد مقام مسبقا مسافة 100 متر كما فعل المتدينون في المتنزهات العامة القليلة في قطاع غزة. وتكمل الحياة الجديدة: بإنسانية الموقف الوطني والاجتماعي، نحن اليوم جميعا أولياء دم هذا الطفل المغدور، وإنزال القصاص العادل بالمجرم القاتل لن يكون كافيا لإغلاق ملف هذه الجريمة البشعة، إذ لا بد من معالجة أشمل وأعمق تلاحق المسببات الأساسية وتحاكم صناع هذا القرار في قطاع غزة، أي حماس، بعد أن أصابوه بلوثة الفتاوى الحزبية وسياستها القمعية والتي أحالته إلى إقطاعية تنهب ما فيه من ثروات وإمكانيات ليس إلا. وبهذا مشاهدينا نكون قد أنهينا هذه المقال من الحياة الجديدة في كلمتها. ننتقل إلى صحيفة القدس، ومن صحيفة القدس اخترنا من حديثها هذا العنوان: الحركة الأسيرة ومؤتمر بروكسل. فتكتب في هذا المقال القدس: قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي هي من أهم القضايا التي تواجه شعبنا الفلسطيني، خاصة في ضوء حملات القمع التي تعرضت لها الحركة الأسيرة من قبل سلطات السجون، والتي تستهدف تفريغهم من مضمونهم الوطني والنضالي والتعامل معهم كأرقام دون مراعاة لا للقوانين والأعراف الدولية ولا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم. وتكمل أيضا القدس: فلا يخلو يوم من قيام إدارات سجون الاحتلال بالتضييق على الحركة الأسيرة ومحاولة سحب والانقضاض على المكتسبات التي حققتها هذه الحركة بتضحيات جسام استشهد على مذبحها العديد من الأسرى، إلى جانب معاناة عدد آخر من نتائج الاضطرابات أو الإضرابات عن الطعام التي يستخدمها الأسرى كسلاح أخير في وجه إدارات سجون الاحتلال من أجل تلبية مطالبهم. وتكمل أيضا الصحيفة: كما
إن إدارات سجون الاحتلال تحاول بين الفينة والأخرى التنصل من اتفاقيتها مع الحركة الأسيرة بشأن تلبية مطالبهم الإنسانية في تحسين الظروف داخل سجون الاحتلال. تقول الصحيفة التي هي أشبه بالأكياس الحجرية بل والشبيهة أيضا بسجون العصور الوسطى والسجون التي كانت الدول الاستعمارية تزج بها المناضلين من أبناء الشعوب المستعمرة بما في ذلك شعبنا والعديد من شعوب أمتنا العربية والإسلامية. تقول القدس. وبهذا مشاهدينا ننتقل إلى فاصل نعود بعده لنستكمل متن الخبر. مشاهدينا أهلا بكم مجددا إلى الصحف العربية الآن. اخترنا لكم منها مواضيع اختلفت في محتواها والبداية من الصحف العربية إلى صحيفة القدس العربي التي كتب فيها محمد عايش المطلوب لمواجهة صفقة القرن. يقول هنا إذ صحت التسريبات عن صفقة القرن وطرح الأمريكيون خلال الأسابيع القليلة المقبلة حلا يتوافق مع تلك التسريبات فهذا يعني أن واشنطن وتل أبيب تريدان حلا يستبعد أي تسوية عادلة أو منطقية لقضيتي القدس واللاجئين. وتقول أيضا كما يقوم على أن لا دولة فلسطينية في الحال ولا في المستقبل خاصة أن ثمة إجماع فلسطيني تام على أنه لا قيمة لأي دولة لا تكون القدس جزءا منها ولا تكون القدس عاصمة لها. وتكمل القدس العربي أيضا صفقة القرن بتسريباتها الحالية تشكل تهديدا لمصالح الفلسطينيين الاستراتيجية ونتائج نضالاتهم طوال العقود السبعة الماضية كما أنها تشكل تهديدا للهوية الوطنية الأردنية والسيادة الأردنية على الأماكن الدينية في القدس المحتلة وهي سيادة تم تكريسها وتثبيتها في اتفاقية وادي عرب بين الأردن وإسرائيل واعتبر الأردن حينها أن هذا مكسب مهم تم تحصيله من تلك المعاهدة إن لم يكن في المكسب الوحيد هو المكسب الوحيد منها. نحن إذن أمام تهديد وجودي للفلسطينيين والأردنيين معا وهذا يتطلب تنسيقا بين الجانبين من أجل مواجهة صفقة القرن كما أن مواجهة هذه الصفقة يتطلب جملة إجراءات على المستوى الداخلي بالنسبة للكل الفلسطيني والأردني على حد سواء. وبهذا مشاهدينا ننتقل من صحيفة القدس العربي وهذا المقال إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي اختارت أن يكون عنوانها الحزب الديمقراطي وإسرائيل. تقول الصحيفة هنا لا شك أن هناك تعارضا جزئيا بين الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة أي الديمقراطي والجمهوري تجاه السياسات الإسرائيلية. تأكد ذلك من نتائج استطلاع رأي أجراه معهد بايو أي معهد الأبحاث الأمريكي ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي وطرح الاستطلاع أربعة أسئلة هي ما هو رأيك بالشعب الإسرائيلي؟ ورأيك بالحكومة الإسرائيلية، رأيك بالشعب الفلسطيني وأيضا رأيك بالحكومة الفلسطينية. مشاهدينا 51% من المستفتين الديمقراطيين قالوا إن لديهم رأيا سلبيا عن حكومة إسرائيل تحت زعامة بنيامين نتنياهو. أيضا عزز هذه الصورة انتقاد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020 الذي وصف نتنياهو بأنه جزء من تحالف دولي لحكام مطلقين ووصفه عضو الكونغرس السابق باتو أوروك بالعنصري بل حتى أن سيناتورين مؤيدين لدويلة الكيان هاجموا نتنياهو على الاتفاق السياسي الذي بادر إليه مع حزب اليمين المتطرف قوة يهودية وهو بقايا حزب العنصري المتطرف مائير كهانا الذي ضمه نتنياهو إلى القائمة الحزبية التي تحالف معها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 9 نيسان الحالي. وأيضا مشاهدين تقول الخليج معروف أيضا أنه في مؤتمر أيباك الأخير أثير تساؤل حول الولاءات المزدوجة نتيجة لغياب 8 من كبار
قادة الحزب الديمقراطي عن المؤتمر بعد أن دعمته مجموعة مود أن ل2020 ودعت إلى مقاطعة، وهي مجموعة تتشكل من الديمقراطيين من تيار الوسط في الحزب الديمقراطي، ومن أشهر أعضائها هم كاميلا هاريس وكريستين جيلبرت وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز والنائب السابق بيتي أورك وحاكم واشنطن جاي إنسلي وغيرهم. ووفق صحيفة واشنطن بوست، فإن مسألة العلاقات الأمريكية مع إسرائيل أثارت خلافا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع انتقاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للديمقراطيين في كلمته أمام مؤتمر أيباك. وبهذا مشاهدينا أنهينا هذا المقال من الخليج وننتقل إلى الحياة اللندنية. ومن الحياة اللندنية في هذا العمود عيون وأذان، يقول جهاد الخازن في هذا العنوان: ترامب ليس فوق القانون الدولي. يقول: في الولايات المتحدة الرئيس ليس فوق القانون، ففي عام 97 المحكمة العليا اتخذت قرارا بالإجماع يؤيد بولا جونز بملاحقة الرئيس الأمريكي سابقا بيل كلينتون في تهم تتعلق بالتحرش الجنسي. مثل هذه التهم، يقول الخازن هنا، هذه التهم مثلها يلاحق دونالد ترامب الآن. محكمة استئناف في منهاتن قررت أن عمل الرئيس الأمريكي مهم، إلا أنه ليس فوق القانون في قضايا تحرش جنسي. والمحكمة قالت إن الرئيس لا يزال مواطنا وهو أيضا ليس فوق القانون. قاضيان من 5 قضاة اعترضا وقالا إن اتهام الرئيس يعني أنه يصبح لمحكمة في الولاية سيطرة مباشرة على الرئيس. وكانت إحدى المتسابقات في برنامج المتدرب أي The Pinterest الذي أداره ترامب واسمها سامر زيرفوس رفعت قضية قدح وذم ضد الرئيس ترامب لأنه أهانها، وقبل ذلك بأيام ذلك كان قبل أيام من قسم الرئاسة الذي أداه ترامب. وهو قال أن التهم التي وجهتها إليه هي خدعة. محامو ترامب عرضوا تهم هذه الآنسة، وأيضا موقف المدعي العام في ولاية نيويورك ضد مؤسسة ترامب أيضا شمل ذلك. في القضيتين قرر القضاة أن الرئاسة لا تمنع مثول الرئيس أمام محكمة في الولاية ليواجه تهما لا علاقة لها بعمله رئيسا. وأيضا تكمل الحياة اللندنية، محامو ترامب قالوا إنهم سيستأنفون ضد قرار المحكمة المؤيد لحق زيرفوس رفع قضية ضده. مثل هذه القضايا قد تكون حقل ألغام يواجه الرئيس الذي عارض المثول أمام المحقق الخاص روبرت مولر لسؤاله عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 2016. الرئيس متهم بأنه لا يقول الحقيقة لا في تصريحاته ولا في تغريداته. وبهذا مشاهدينا ننتقل إلى نوافذ متن الخبر وإلى بيروت مع الزميلة هلا سلامة. هلا، أهلا بك. أهلا بك نادين، وتحية لكم مشاهدينا في جولة اليوم على الصحف اللبنانية نبدأها في النهار ونقرأ للدكتور نصيف حتي صفقة القرن والعودة إلى المربع الأول. بحسب الكاتب فإن الإطار المرجعي لصفقة القرن لا علاقة له بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا بمبادئ وقواعد القانون الدولي، بل هو ثمرة أفكار الرئيس الأمريكي والمحيطين به، ولا يجري التعامل مع المسألة باعتبارها قضية شعب وهوية وطنية وتقرير مصير، بل بمنطق تجاري تبادلي منفعي. يتابع الكاتب: من الطبيعي أن يكون هنالك رفض فلسطيني ومعه رفض عربي قد يؤدي إلى سقوط الصفقة عمليا دون الإعلان عن ذلك رسميا. إنها العودة إلى المربع الأول كما حذر أكثر من متابع ومراقب، عودة ستكون لها موجات مختلفة من التداعيات التي ستتخطى الحيز الفلسطيني لتطاول المنطقة التي تعيش أساسا حالة من الفوضى والنزاعات والتوترات. وأيضا في النهار يكتب رضوان عقيل تحت عنوان رسالة نفطية من واشنطن: ولبنان يغيب عن مؤتمر موسكو. توقفت مراجع سياسية أمام غياب لبنان عن المشاركة في مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، الذي أظهر أن العلاقة مع الدولتين أكثر من مؤثرتين في المنطقة لا تسير على النحو المطلوب. لدى واشنطن وموسكو بحسب جهات متابعة جملة من الملاحظات على الأداء السياسي اللبناني، وفي وقت يسعى الجانب الأمريكي إلى تأمين مصلحة إسرائيل في
البحر فإنه يميل إلى التشدد مع لبنان، بل ويقدم للبنانيين ملاحظات تتناول مقاربة التعاطي مع الملفين المالي والاقتصادية. وفي موازاة ذلك تفيد معلومات أن مسؤولين لبنانيين تلقوا من الإدارة الأمريكية عرضا ينص على أن يستفيد لبنان بنحو 40% من البئر الرقم 9 على أن تعود 60% الباقية لتصب في الحصة الإسرائيلية، الأمر الذي لم يقبله الجانب اللبناني على اعتبار أن هذا البئر يعود بكامله إلى لبنان. وننتقل إلى صحيفة اللواء، ويكتب أنطوان صعب: دوكان في بيروت قبل مجيء لودريان، أين أصبحت الإصلاحات؟ تتوقع مصادر متابعة لمسار الاتصالات بشأن الإصلاحات والخطوات التي ستتخذ في الأيام المقبلة حصول مفاجآت بعضها قد يؤدي إلى خلق حالة فوضى في البلد، على اعتبار أن المعنيين بهذه التدابير يؤكدون أن بعض الخطوات حسمت ولا سيما موضوع البنزين، وهذا من شأنه أن يحرق الساحة الداخلية عبر الحراك الرافض لهذه الخطوات. تاليا ثمت أجواء إيجابية للتوصل إلى إصلاحات تفضي إلى الحصول على أموال سادر إلا في حال حصلت خلافات كبيرة على المستوى السياسي، وإن كان ذلك أمرا مستبعدا على أساس أن الرهان الأول والأخير هو على سادر. وهناك ثمت أجواء عن إمكانية زيارة منسق سادر بيير دوكان لبيروت في وقت قريب لمتابعة ما آلت إليه الأمور في هذا الصدد. مشاهدينا، كنا وإياكم في جولة على بعض ما تناولته الصحف اللبنانية اليوم. أشكر طيب المتابعة وعودة إليك نادين. شكرا لك. هلا بهذا مشاهدينا، ننتقل أيضا إلى الصحف المصرية مع الزميلة نور الصباح. أهلا بك نور. مرحبا بك نادين، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة بين أروقة الصحف المصرية، والتي تأتيكم دائما عبر برنامج متن الخبر. وفي صحيفة الأهرام فاروق جويدة يكتب تحت عنوان فلسطين خارج صفقة القرن، ويقول جويدة في هذا المقال إن التسريبات التي ظهرت تؤكد حقيقة خطيرة أن صفقة القرن لم تتحدث عن إقامة الدولة الفلسطينية ولا عن سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإنما تتحدث عن سلام بين العرب وإسرائيل، أي أن القضية الفلسطينية تراجعت في مكانتها وأهميتها لتصبح جزءا من العالم العربي، رغم أن الصراع العربي الإسرائيلي قام في الأساس على قضية فلسطين. في ذات الصحيفة محمد السعيد إدريس يكتب تحت عنوان في انتظار الصفقة المرعبة، ويقول إدريس هنا: لم يعد أمر موعد الإعلان الأمريكي الرسمي عن ما يسمونه صفقة القرن لم يعد ذا قيمة بعد أن تم تنفيذ أهم بنود هذه الصفقة، وبدأ الشروع في تنفيذ ما تبقى منها، فقد أعلن الرئيس الأمريكي قراره الذي اعترف فيه بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، وأشرف بنفسه عبر صهره جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ضمن احتفالات الكيان بعد تأسيسه السبعيني في 15 من مايو أيار عام 2018، ثم اعترف بفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ حرب يونيو حزيران 1967. أخيرا في الأخبار، محمد بركات يكتب تحت عنوان المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ويقول بركات هنا: أصبح مؤكدا أن الاقتصاد هو القاطرة التي تقود علاقات الدول وسياساتها، وهو البوصلة التي تحكم توجهها وتحدد مواقفها وتحركها على الساحة الدولية. وانطلاقا من ذلك يأتي التحرك المصري المكثف والنشط الذي يجري على الساحة الدولية والإقليمية، وفي إطاره تأتي زيارات الرئيس السيسي إلى الدول المختلفة ولقاءاته ومباحثاته مع قادة وزعماء هذه الدول، كما يأتي أيضا حرصه على اللقاء والاجتماع برجال الأعمال والاستثمار والمال والتجارة والصناعة ورؤساء الشركات الكبرى في هذه الدول. هنا مشاهدينا تنتهي هذه الجولة بين أعمدة الصحف المصرية. الآن عودة إليك نادين في استوديوهات رام الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لك نور. بهذا مشاهدينا ننتقل إلى فاصل، نعود بعده لنستكمل متن الخبر. أهلا بكم من جديد.
تجربة جنوب إفريقيا شابهت ما تعيشه قضيتنا اليوم كثيرا، فالأبرتايد والعنصرية والتطرف يتجلى اليوم بشكل واضح في ممارسات وإجراءات دولة الاحتلال. لذلك قال حفيد مانديلا مؤخرا عن التشابه والتجربة بين الدولتين، وكتب The Middle East Monitor هذا التقرير. بهذا ننتقل إلى الصحف الدولية، ومن The Middle East Monitor العنوان هذا: حفيد مانديلا يقول نموذج جنوب إفريقيا للفلسطينيين. وفي متن هذا الخبر دعا حفيد الزعيم جنوب الإفريقي نيلسون مانديلا الفلسطينيين إلى اتباع خطى جنوب إفريقيا بينما يكافحون ضد دولة الفصل العنصري أي إسرائيل. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأناضول قال مانديلا إن الجنوب إفريقيين عاشوا لعقود من الزمن تحت نظام الفصل العنصري في بلادهم، ومع ذلك تمكنوا من إلحاق الهزيمة بها، وأرجع النصر إلى ما وصفه بأنه الوحدة الداخلية ضد نظام الفصل العنصري. وقال مانديلا إنه كان على الجنوب إفريقيين توحيد صفوفهم لجلب جميع الناس المضطهدين في جنوب إفريقيا عبر الحدود الوطنية والاختلافات بين بين الجنسين، وأنهم استطاعوا التحدث بصوت واحد، مضيفا أن الاضطهاد ساعدهم في أن يكونوا فاعلين في استراتيجيتهم. تجمع جنوب إفريقيا علاقات دبلوماسية مع فلسطين منذ عام 1995، أي بعد عام من انتهاء حكم الأقلية البيضاء، ومنذ ذلك الحين ظلت بريتوريا تنتقد بشدة إساءة معاملة إسرائيل المستمرة للفلسطينيين، بينما أو بما في ذلك سياستها الطويلة الأمد المتمثلة في بناء مستوطنات يهودية غير قانونية على الأراضي العربية في الضفة الغربية المحتلة. إذن كنا في جنوب إفريقيا مع تصريحات لحفيد القائد المناضل نيلسون مانديلا، والآن نتحدث عن شخصية أخرى صومالية أمريكية أثارت ضجة كبيرة وما زالت هذه الضجة قائمة، وعلى ما يبدو لن تهدأ دون أن يحقق ترامب ما يريد من ورائها، النائبة إلهان عمر تصدرت الواجهة من جديد، فمن هي؟ نشاهد هذا التقرير من صحيفة The New York Times. أحتفظ بالحق في وقتي. عضو كونغرس كاسرة للحواجز، عنونت الصحف بعد أشهر من دخولها المكتب. أول صومالية أمريكية وأول امرأة كعضو كونغرس من مينيسوتا، النائبة إلهان عمر تحت المجهر، وهي تتلقى الاهتمام من عدة أطراف في الوسط السياسي من الرئيس الأمريكي ترامب. إلهان عمر عضو الكونغرس، ما قالته سيء. ومرشحو الرئاسة الديمقراطيين: إذا كان سؤالك لي هل أعتقد أنها معادية للسامية؟ لا أعتقد ذلك. هي لا تستحق الهجوم الوحشي والمليء بالكراهية. إذن من هي؟ عمر ولدت في الصومال، عائلتها هربت من الحرب الأهلية وحصلت على اللجوء في أمريكا وتحديدا ميانابوليس. عمر أصبحت منسقة مجتمعية، دخلت عالم السياسة مؤخرا عندما خلعت مشرعا من الولاية. عمر من أول النساء المسلمات المنتخبات في الكونغرس. أقف اليوم أمامكم كعضو كونغرس مع عدد من الأولويات. فما هي القضايا التي أبدتها عمر الأولوية؟ كعضو كونغرس جديدة انتقدت عمر تدخل ترامب في فنزويلا، ودعمت حركة مقاطعة إسرائيل، وتحدثت عن فصل العائلات على الحدود. لن يحدث تحت رقابتنا. هذه الأيام فهي في الأخبار كونها هدفا لترامب. صرحت عمر أن مجموعة مؤيدة للمسلمين أنشئت بعد أحداث 11 سبتمبر. هم يقرون أن بعض الناس قاموا بشيء، ثم كلنا بدأنا نفقد حقوقنا المدنية. ثم هاجم ترامب إلهان عبر تويتر مشاركا فيديو يجمع بين تصريحاتها وصور الأبراج، مدعيا أنها كانت تهون من الهجوم. قالت عمر إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد تغريدة ترامب، لكن هذه ليست المرة الأولى التي كانت فيها عمر في رادار ترامب. في شباط دعاها الجمهوريون بالمعادية للسامية بعد تغريدة انتقدت إسرائيل. عمر اعتذرت عبر تويتر، لكن ترامب طالبها بالإسلام استقالة. أعتقد أن عليها الاستقالة من الكونغرس أو من لجنة العلاقات الخارجية. وهو لم يتركها بشأنها. هي لا تحب إسرائيل، نسيت.
أعتذر. فما هو التالي لعمر؟ البعض يقول إن عمر كالهدية السياسية لترامب، الطريقة الأمثل لحشد قاعدته المحافظة، وتصريحاتها عن إسرائيل قسمت الدعم الخاص بها حتى في حزبها، إلا أنه لم يؤثر في جمع التبرعات لها. جمعت عمر 800 ألف دولار في الربع الأول من العام لحملتها الانتخابية القادمة. إذن مشاهدين، لا مؤشر إلى الآن إلى هدوء الهجمة على النائبة الصومالية الأمريكية والمسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، لكن سنرى ما ستحمله الأيام لها. والآن مشاهدين إلى الرسوم الكاريكاتيرية. مشاهدينا، إذن هذه نهاية حلقة متن الخبر لليوم، إلى اللقاء.